بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلامذتنا الأعزاء، وأخص بالذكر تلامذة السنة الأولى متوسط، معكم الأستاذ يحيوي عبد الرحمن أستاذ مادة العلوم الاجتماعية. إذن نشرع أعزائي مع دروس مادة التاريخ السنة الأولى متوسط مع المقطع التعلمي الثاني، والذي دائما تحت عنوان التاريخ الوطني، الوضعية التعلمية 2، التطور الحضاري البوني الليبي. لقد كان شائعا أن بلاد المغرب أو منطقة شمال إفريقيا قبل دخول الإسلام عاشت في ظل حضارات وفي كنف أمم غربية بنت حضارتها على أرض المغرب، ولم يكن للأمازيغ أي دور فيها، ولم يستطيعوا تأسيس أنظمة يتم من خلالها تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن واقع الأمر ليس كذلك، والتاريخ يؤكد أن السكان الأصليين لشمال إفريقيا تركوا بصمات واضحة في الحضارات المتعاقبة على المنطقة، بل تجاوزوا ذلك بكثير إلى بناء حضارات ودول خاصة بهم بالمنطقة كان لها نظامها الخاص. إذن نشرع على بركة الله مع الوضعية التعلمية الثانية تحت عنوان التطور الحضاري البوني الليبي، ودائما ما نبدأ درسنا مع الوضعية المشكلة. لنقرأ مع بعض. الوضعية المشكلة: في زيارة سياحية تربوية قادتكم إلى مدينة تيمغاد الأثرية، سمع زميلك الدليل السياحي يعرف المنطقة على أنها آثار أجنبية تدل على مرور فترات استعمارية طمست مختلف معالم الحضارة في شمال إفريقيا قديما. وبما أنك تلميذ في السنة الأولى متوسط تدرس مادة التاريخ، طلب منك زميلك أن تشرح له ما تكلم عنه الدليل السياحي. إذن لنحاول مع بعض أعزائي أولا أن نستخرج بعض العبارات ونشرحها مع بعض. لدينا عبارة مدينة تيمغاد الأثرية. من منا لا يعرف مدينة تيمغاد؟ هي مدينة أثرية قديمة قام الرومان ببنائها، ونجدها اليوم بمدينة باتنا الجزائرية. لدينا أيضا عبارة أخرى، الدليل السياحي. فماذا نقصد بالدليل السياحي؟ نعم أحسنتم، نقول الدليل السياحي أو المرشد السياحي. فعند زيارتنا لعديد المناطق الأثرية والسياحية نجد هنالك شخصا هو الذي يأخذ على عاتقه تعريفنا بتاريخ تلك المنطقة. أيضا لدينا عبارة أخرى كنا قد تطرقنا إليها في دروسنا السابقة، وهي شمال إفريقيا. فماذا نقصد بشمال إفريقيا؟ قلنا بأنها تلك المنطقة التي تقع في الجزء الشمالي من قارة إفريقيا، تحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، أما جنوبا فنجد الصحراء الكبرى، أما شرقا نجد مصر، أما في الجهة الغربية فنجد المحيط الأطلسي. وقلنا بأنها مكونة اليوم من 6 دول، هي على التوالي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، الصحراء الغربية، وموريتانيا. إذن أعزائي، من خلال سردنا وقراءتنا للوضعية المشكلة، ما الإشكال المطروح أمامنا؟ ما العائق الذي أمامنا؟ أعرف بأن لديكم حيرة تريدون أن تستخرجوا ما هو الإشكال المطروح. نعم، هو بالضبط ذلك الإشكال، وهو أن الدليل السياحي عرف المنطقة على أنها آثار أجنبية دلت على ماذا؟ نعم أحسنتم، على مرور فترات استعمارية طمست مختلف معالم الحضارة. إذن قبل تلك الفترات الاستعمارية كانت هنالك
حضارة بمعالمها في منطقة شمال إفريقيا. زميلنا لم يفهم ما المقصود بمعالم هذه الحضارة، إذن من أجل ذلك نطرح التعليم الآتي: التعليم، اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات الآتية، اشرح لزميلك ما طلبه منك. إذن من أجل الإجابة عن التعليم لدينا مجموعة من السندات هي كالآتي. إذن تابعوا معي أعزائي. السند رقم 1، ماذا يمثل السند الذي أمامنا؟ ما نوع هذا السند؟ ممتاز، أحسنتم، هو عبارة عن خريطة. ما فحوى هذه الخريطة؟ نستخلص ذلك من خلال العنوان. نقرأ مع بعض: اللون الأحمر يبين المناطق التي خضعت لسيطرة الفينيقيين. ما علاقة الفينيقيين بدرسنا اليوم؟ نعم، إذن الفينيقيون هم أولئك السكان الذين قطنوا في منطقة الشرق الأوسط، وبالضبط مناطق من سوريا ولبنان. فنجد أن ما أمامنا هي عبارة عن خريطة تمثل مختلف المناطق، وبالضبط في البحر الكبير، وهو الذي نسميه اليوم، نعم أحسنتم، البحر الأبيض المتوسط. إذن كل المناطق التي نشاهدها باللون الأحمر هي مناطق خضعت لسيطرة الفينيقيين. لاحظوا معي أعزائي تلك السهام باللون الأخضر، والتي تمثل مسار الفينيقيين عبر البحر الأبيض المتوسط. لاحظوا معي يسار الخريطة، ماذا تمثل تلك المنطقة يسار الخريطة في الأسفل؟ نعم، نقرأ مع بعض: لدينا ليبيا، لدينا إفريقيا، لدينا ممتلكات قرطاج. على ما أظن بأن هذه المصطلحات كنا قد تطرقنا إليها فيما سبق وفي الوضعية الأولى. نعم، هل هذه المناطق أيضا خضعت لسيطرة الفينيقيين أو وصول الفينيقيين بالأحرى؟ نعم، كيف تمكنتم من استخلاص ذلك؟ أيضا نشاهد باللون الأحمر في منطقة شمال إفريقيا، وبالضبط سواحل شمال إفريقيا حيث وصل الفينيقيون. وبالضبط إذا أردنا أن نرجع تاريخيا متى وصل الفينيقيون، أول ما وصلوا سنة 814 قبل الميلاد، وبالضبط أسسوا مملكة قرطاج. إذن نحن بصدد أن ندرس الحضارة التي قامت في شمال إفريقيا. ما علاقة الفينيقيين؟ أحسنتم، الفينيقيون أيضا قطنوا شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد. إذن من خلال كل هذا يمكننا أن نستخلص بأنه كانت لهم علاقات مع السكان الأصليين لمنطقة شمال إفريقيا، وبالضبط أسسوا مملكة عرفت بقرطاجة، واختلطوا بالسكان الأصليين وامتزجوا بالسكان الأصليين، وأسسوا ما عرف بالحضارة البونية الليبية. إذن إذا أردنا أن نعرف الحضارة البونية الليبية فهي كالآتي: تعريف الحضارة البونية الليبية هي امتزاج الحضارة الفينيقية البونية مع الحضارة المحلية اللوبية، سادت منطقة شمال إفريقيا وجعلت منها أمة واحدة. إذن مع بعض أعزائي نحن سندرس الحضارة البونية الليبية، وسندرس ذلك الامتزاج ما بين هاتين الحضارتين العظيمتين وما خلفه من أثر على تاريخ وحضارة إذن أعزائي من أجل أن نستفيد أكثر ونستزيد أكثر ونتعرف أكثر على الحضارة البونية الليبية، تابعوا معي السند الآتي. إذن لدينا السند رقم 2،
ماذا يمثل السند رقم 2؟ نعم، لدينا وثيقتين أمامنا. لدينا الوثيقة الأولى، ماذا تمثل؟ نلاحظ مع بعض. أحسنتم، هي عبارة عن مخطط. ماذا يمثل هذا المخطط؟ نعم، شجرة العائلة المالكة. نلاحظ مع بعض، مكتوب نوميديا الغربية، نوميديا الشرقية، ومملكة موريتانيا. وكما تعلمون، كنا قد تطرقنا إلى هاته الحضارات القديمة التي قامت في شمال إفريقيا خلال الوضعية التعلمية الأولى. ولو تذكرون أعزائي، قلنا بأن الملكة ماسينيسا، وهو من الملوك العظماء في نوميديا الشرقية، قد تولى الحكم بعد وفاة والده غايا. لنلاحظ مع بعض في المخطط، فنجد ماسينيسا الذي عاش ما بين سنتي 202 و 148 قبل الميلاد، أو بالأحرى حكم في هاته الفترة. نلاحظ أيضا تكرر عديد الأسماء، نجد ماسينيسا ونجد ماسينيسا الثاني، نجد يوبا الأول ونجد يوبا الثاني، نجد بوخوس الأول ونجد بوخوس الثاني. ما علاقة ذلك بدرسنا اليوم؟ نجد تكرارا للأسماء، تكرارا لأسماء الملوك. إذن ما معنى ذلك أعزائي؟ إذن من خلال العائلة الواحدة أو شجرة العائلة المالكة، نجد بأن الأسماء تتكرر، بمعنى أن الجدة يتكرر اسمه في أحفاده. يعني الذين حكموا نوميديا الشرقية أو نوميديا الغربية أو حتى مملكة موريتانيا هم من عائلة واحدة، أو ما يسمى بالعائلة المالكة. إذن كيف كان نظام الحكم في حضارات شمال إفريقيا قديما؟ من أجل أن نتعرف على هذا النظام أكثر، اقرأوا معي الوثيقة التي أمامنا على الجهة اليسرى. ساد النظام الملكي الوراثي واتخذ مظهرين. ففي القرن الثالث قبل الميلاد، كانت الملكية في العائلة التي تنتمي بالذكور إلى جد مشترك واحد، وكان الملك هو الأكبر سنا في العائلة، وبوفاته ينتقل الحكم للأكبر. إذن في بادئ الأمر أعزائي، كان نظام الحكم نظاما ملكيا وراثيا، يقوم على انتقال السلطة بعد وفاة الملك إلى الأكبر سنا في العائلة. وهكذا نكمل مع بعض، وهي القاعدة التي طبقت بعد وفاة غايا. من هو غايا أعزائي؟ أحسنتم، هو والد ماسينيسا. بعد وفاة غايا حوالي سنتين 206 قبل الميلاد، إذ لم يخلفه ابنه ماسينيسا البالغ من العمر 32 سنة، وإنما خلفه شقيقه. لكن بعد ذلك أصبح نظام الحكم في ممالك شمال إفريقيا قديما نظاما ملكيا وراثيا مطلقا. بمعنى ماذا؟ نعم أحسنتم، انتقال السلطة من الأب إلى الولد. إذن مع بعض نلخص ما ذكرناه. مظاهر الحضارة البونية الليبية: ألف، النظام السياسي، نظام الحكم. عرفت ممالك شمال إفريقيا النظام الملكي الوراثي، وأشهر ملوكهم الملك غايا وابنه ماسينيسا، ونجد أيضا ملوكا آخرين، الملك غورطة، الملك سيفاكس، والملك بوخوس الأول. إذن أعزائي، هذا فيما يخص الجانب الحضاري الأول من الحضارة البونية الليبية، والذي هو النظام السياسي. مع بعض من خلال السندات الآتية نعرج على جانب آخر أو مظهر آخر من مظاهر الحضارة البونية الليبية. إذن إليكم السندات الآتية. ماذا تمثل السندات التي أمامنا؟ أحسنتم، هي عبارة عن وثائق مكتوبة.
لنقرأها مع بعض وثيقة بوثيقة. الوثيقة الأولى التي على اليسار: اختلفت حياة الاتحادات القبلية. ماذا نقصد بالاتحادات القبلية؟ تطرقنا إليها في وضعياتنا السابقة، وهي اتحاد مجموعة من القبائل، وتلك القبائل التي شكلت لنا ما يعرف بالمملكة. أحسنتم. إذن اختلفت حياة الاتحادات القبلية، فمنها من كانت تعيش حياة البدو والتنقل والرعي، ومنها من عرفت حياة الحضر، وهم الذين امتازوا بالاستقرار وممارسة النشاط الزراعي. إذن ماذا نستخلص من خلال هذه الوثيقة؟ أحسنتم أعزائي، أن حياة السكان الأصليين لمنطقة شمال إفريقيا انقسمت إلى قسمين، فمنهم جزء عاش حياة البدو والتنقل والرعي، وجزء آخر ركز على النشاط الزراعي وامتاز بالاستقرار. نقرأ مع بعض الوثيقة الثانية: لقد ظهرت نوميديا الموحدة خلال الحربين البونيتين الثانية والثالثة كأقوى ممالك المغرب القديم وأكثرها شهرة وثراء. نحن نتكلم الآن أعزائي عن نوميديا الموحدة. ماذا نقصد بنوميديا الموحدة؟ أحسنتم، هي تلك المملكة التي تمكن الملك، أحسنتم، ماسينيسا من توحيدها بعد أن كانت مقسمة إلى مملكتين: مملكة نوميديا الشرقية بقيادة ماسينيسا، ومملكة نوميديا الغربية بقيادة الملك سيفاكس، بعد الصراع الذي كان ما بين المملكتين. تمكن في الأخير الملك ماسينيسا من توحيد نوميديا، فجعل منها نوميديا الموحدة. إذن قلنا لقد ظهرت نوميديا الموحدة خلال الحربين البونيتين الثانية والثالثة كأقوى ممالك المغرب القديم وأكثرها شهرة وثراء في الحوض الغربي لحوض المتوسط، لا سيما في عهد ماسينيسا، زراعيا وصناعيا وحتى تجاريا. إذن أعزائي مع بعض سنتطرق إلى جانب آخر من مظاهر الحضارة البونية الليبية، ألا وهو من خلال كلمة الزراعة، الصناعة، التجارة، أحسنتم، وهو الجانب الاقتصادي. ممتاز. إذن لا سيما في عهد ماسينيسا، زراعيا وصناعيا وحتى تجاريا، لكن قوتها لم تدم طويلا بعد وفاته، نظرا للأطماع الرومانية التي كانت تنظر إلى بلاد البربر كمستعمرة لاستغلال مواردها وثرواتها لبناء الاقتصاد الروماني. إذن من خلال هذه الوثيقة نستخلص بأن منطقة شمال إفريقيا كانت منطقة غنية بالموارد والثروات، سواء الموارد التي تخص القطاع الزراعي أو التي تخص الصناعي وحتى التجاري، حتى أنه كانت هناك أطماع أجنبية وعلى رأسها الأطماع الرومانية. مع بعض نقرأ الوثيقة الموالية الثالثة: الإنتاج الزراعي، حظية الزراعة بعناية الإقليد ماسينيسا. ماذا نقصد بالإقليد؟ أحسنتم، الملك. إذن حظي قطاع الزراعة بعناية الإقليد ماسينيسا الذي توفرت في عهده كل الشروط اللازمة لقيام نهضة فلاحية في نوميديا، ونقصد نوميديا الموحدة، وأول هذه الشروط الأرض. فإضافة إلى أراضي المصيل التي نجد بها مساحات واسعة قامت عليها زراعة الحبوب. إذن إذا أردنا أن نتكلم على الجانب الاقتصادي أو المظهر الاقتصادي في شمال إفريقيا قديما، فمن خلال هذه الوثيقة نستخلص بأنه تم التركيز خاصة في عهد الملك ماسينيسا على القطاع الزراعي، على جانب الزراعة، حيث قامت في المنطقة زراعة الحبوب، فإن أراضي الماسيسيل قد ساهمت في رفع الإنتاج الزراعي من الحبوب، إضافة إلى الأراضي القرطاجية. وهنا يظهر لنا الامتزاج الحضاري ما بين الحضارة البونية والليبية.
الأراضي القرطاجية التي ضمها ماسينيسا إلى مملكته. أما العامل الثاني فيتمثل في طول مدة حكم ماسينيسا. إذن كانت الزراعة في عهد الملك ماسينيسا زراعة مزدهرة ومتطورة، وساعده في ذلك ماذا؟ أحسنتم، الأراضي الشاسعة وطول مدة حكم ماسينيسا، بالإضافة أيضا إلى ماذا؟ نقرأ مع بعض العبارة: وما تخلله من استقرار سياسي سمح له بتصدير كميات كبيرة نحو روم. إذن من خلال هذه الوثيقة نستخلص بأن الاهتمام والجل اهتمام ملوك شمال إفريقيا قديما صب على القطاع الزراعي، خاصة في عهد الملك ماسينيس، حتى وصل الأمر إلى تصدير كميات كبيرة، خاصة إذا علمنا أنه تم التركيز على زراعة الحبوب نحو روما، والتي كانت عاصمة مملكة من أعظم الممالك أو إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات، وهي الإمبراطورية الرومانية. إذن ملخص القول هو ب: النظام الاقتصادي. حظيت الزراعة بعناية الأقاليد الملوك وخاصة ماسينيسا الذي ساعدته طول فترة حكمه واستقرار أوضاع نوميديا ووفرة الأرض وامتداد مساحتها، فكانت الحبوب على رأس المحاصيل الزراعية، حتى أنها كانت تصدر لخارج البلاد خاصة روما. إذن تعرفنا مع بعض على نظامين أو مظهرين من مظاهر الحضارة البونية الليبية، ألا وهو النظام السياسي والذي يتمثل في نظام الحكم، والنظام الاقتصادي. مع بعض نكمل، ومن خلال السندات القادمة نتعرف على مظاهر أخرى من مظاهر الحضارة البونية الليبية، فتابعوا معي. السند رقم 4، لاحظوا معي، لدينا صورتين، صورة على اليسار وصورة على اليمين، نلاحظ شخصين. الصورة على اليمين تمثل شخصية أمازيغية قديمة، وهي شخصية القديس أغسطين. أما على اليسار فهو مجسم للملك الأمازيغي يوبا الثاني. ما علاقة القديس أغسطين ويوبا الثاني بدرسنا اليوم؟ أولا، من هو يوبا الثاني والذي هو في الصورة على اليسار؟ يوبا الثاني يمثل الملك الفاتح المثقف العظيم الذي شجع وناصر الفنون والعلوم والآداب. إذا من خلال هذه الكلمات، الفاتح المثقف، الفنون، العلوم، الآداب، وكان يتقن عدة لغات. إذا من خلال هذه الكلمات نذهب مع بعض إلى جانب آخر أو مظهر آخر من مظاهر الحضارة البونية الليبية، ألا وهو، أحسنتم أعزائي، وهو الجانب الثقافي. إذن يوبا الثاني يمثل الملك الفاتح المثقف العظيم الذي شجع وناصر الفنون والعلوم والآداب، وكان يتقن عدة لغات، وقد ازدهرت في عهد هذا الملك الشاب العلوم والفنون الجميلة والعمران، فكان عصره هذا عصرا ذهبيا، ولكن يعيب عصره أنه برزت إلى الوجود مدن نوميدية وموريطانية رومانية المظهر، وذلك راجع إلى أن القديس أغسطين، نعرج عليه أيضا، وهو من أعظم الشخصيات عبر تاريخ شمال إفريقيا قديما، ساهمت خاصة في الجانب الثقافي بالإضافة إلى يوبا الثاني، ودعا كلاهما إلى الانفتاح الثقافي على مختلف الحضارات الأخرى، خاصة الحضارات المجاورة للحضارة البونية الليبية، ألا وهي الحضارة الرومانية والحضارة الفينيقية، بالإضافة إلى حضارات أخرى مثل الحضارة المصرية. إذن نعم، ساهم يوبا
والقديس أغسطين في الدعوة إلى الانفتاح الثقافي على الحضارات الأخرى من خلال التأثر بمختلف الحضارات المجاورة وكذلك التأثير. لكن قلنا ما يعاب على عهد الملك يوبا الثاني أنه ظهرت إلى الوجود مدن نوميدية وموريتانية رومانية المظهر، ساهمت في حد ذاتها في القضاء على المظهر البوني الليبي للمنطقة. لدينا أيضا سند آخر، لاحظوا معي أعزائي، هذا يمثل هذا السند. نعم، نلاحظ بالبند العريض كلمة تيفيناغ. فماذا نقصد بمصطلح تيفيناغ؟ أحسنتم، نجد أمامنا مجموعة من الحروف، حروف معروفة باللغة اللاتينية وحروف باللغة العربية، ونجد مجموعة من الرموز. أحسنتم أعزائي، إذن ذلك ما عرف بخط التيفيناغ، خط التيفيناغ. إذن ماذا نقصد أعزائي بخط التيفيناغ؟ أحسنتم، هي الأبجدية أو الخط الذي استخدمه السكان أو سكان منطقة شمال إفريقيا قديما لتدوين لغاتهم، ويعرف أيضا بالكتابة الليبية القديمة أو البرب أو البربرية. ومن المرجح أن كلمة تيفيناغ أو كما يطلق عليه أيضا تيفيناغ تعني الفينيقية أو الحروف البونية. وخط التيفيناغ يبرز لنا أيضا ذلك الامتزاج الذي كان ما بين الحضارتين البونية والليبية. لدينا أيضا سند آخر، والذي هو عبارة عن وثيقة مكتوبة. اللغة البونيقية استعملت في منطقة المتوسط، واستدل عنها أو استدل عنها من خلال بعض الآثار والكتابات، وكانت لغة العلم والثقافة بشمال إفريقيا. إذن الخط كان يسمى خط التيفيناغ، أو كما يطلق عليه التيفيناغ نسبة إلى فينيقيا. واللغة تسمى باللغة البونيقية، وهي جزء أو كلمة مركبة من جزئين، البونية والفينيقية، ومزجت وأصبحت اللغة البونيقية. قلنا بأن اللغة البونية كانت لغة العلم والثقافة بشمال إفريقيا، وقد كتب بها أغسطينوس، أو كما لاحظنا في السورة السابقة وقلنا القديس أغسطين الذي لديه عديد الكتابات، وأعماله كانت هي المصدر الأساس الذي يدل على اللغة البونية المتأخر. إذن ملخص القول مع بعض، الجانب الثقافي، اهتم ملوك شمال إفريقيا بالتعليم والثقافة، ونبغ بعضهم في العلم والأدب، وتعلموا في المدارس القرطاجية. إذن من خلال كلمة تعلموا في المدارس القرطاجية تبرز لنا أيضا، نعيدها مرة أخرى، ذلك الامتزاج الذي كان وذلك التواصل والتأثير والتأثر ما بين الحضارتين، الحضارة أو ما يعرف بالحضارة البونية الليبية. وتعلموا في المدارس القرطاجية مثل يوبا الثاني والقديس أغسطين، ودعوا إلى الانفتاح الثقافي وكذا الاحتكاك بالشعوب الأخرى مثل الفينيقيين والرومان واليونانيين. أما لغة تخاطبهم فكانت البونية، وقد استعمل أو كما قلنا أيضا البونيقية، وقد استعملوا خط التيفيناغ في الكتابة. إذن تعرفنا الآن أعزائي على عديد الجوانب أو مظاهر الحضارة البونية الليبية. تعرفنا على الجانب السياسي، وعلى الجانب الاقتصادي، وعلى الجانب الثقافي. انتهينا؟ لا، ما زال هناك جوانب ومظاهر أخرى من مظاهر الحضارة البونية الليبية. مع بعض نتابع السند الآتي، السند رقم 5. لاحظوا معي أعزائي ماذا يمثل سند رقم 5؟ نعم، عبارة عن صورتين. ماذا تمثل الصورتين؟ أحسنتم، تمثل تمثالين. في رأيكم أعزائي ماذا يمثل هذين التمثالين؟ أحسنتم،
هما عبارة عن آلهة قديمة للحضارات القديمة. فنلاحظ مع بعض على الجهة اليمنى الإله بعل. الإله بعل هو كان المعبود الأول في الحضارة القرطاجية، وعلى يسارنا نلاحظ الإله آمون. من هو آمون؟ أيضا هو كان المعبود الأول في الحضارة المصرية. إذن لدينا معبود من الحضارة القرطاجية ومعبود آخر من الحضارة المصرية. ما علاقتهما بدرسنا؟ سنستخلص ذلك من خلال السنة الآتي. لاحظوا معي ماذا يمثل سند؟ أحسنتم، صورة، صورة لتمثال. من هو هذا التمثال؟ أحسنتم أعزائي، هو عبارة عن تمثال لمعبود كان في شمال إفريقيا قديما. ما اسم هذا المعبود؟ أحسنتم، اسمه بعل حمون. إذن بعل حمون، لو نرجع مع بعض أعزائي، قلنا بأن لدينا على يسار الصورة الإله آمون، وعلى اليمين الإله بعل. إذن من خلال تأثر سكان شمال إفريقيا خاصة بالحضارة القرطاجية وبالفينيقيين، وقلنا ذلك الامتزاج الذي كان ما بين الحضارتين، فقاموا بعبادة الإله بعل حامون، وهو مزج ما بين الإلهين، الإله القرطاجي بعل والإله المصري أمون، وأطلقوا على معبودهم آنذاك الإله بعل حامون. إذا لو أطرح سؤالا، ماذا عبد سكان شمال إفريقيا قديما؟ نعم، عبدوا مجموعة من الآلهة، مجموعة من المجسمات. إذا ما نوع الديانة التي كانت في شمال إفريقيا قديما؟ أحسنتم أعزائي، كانت الديانة الوثنية. ما معنى الوثنية؟ هي عبادة المجسمات وعبادة الأصنام. وكان أول معبود في شمال إفريقيا هناك الإله بعل حمون. نكمل مع بعض أعزائي، لاحظوا معي الصورتين. ماذا تمثل الصورة على يمين الصورة؟ نعم، هو ضريح إمدغاسن، وهو أقدم معلمة نوميدية في شمال إفريقيا. من يزور مدينة باتنا وفي طريقه إلى تيمغاد الأثرية يلاحظ هذا الضريح. ما معنى كلمة ضريح؟ أحسنتم، لديها علاقة بالجنائز. إذن كان سكان شمال إفريقيا يدفنون خاصة ملوكهم في ما يعرف بالأضرحة، بالأضرحة. فنلاحظ على يمين الصورة ضريح إمدغاس، وعلى يسار الصورة أيضا هناك ضريح آخر لملك تكلمنا عليه كثيرا، وهو الملك، أحسنتم، الملك ماسينيسا، الملك ماسينيسا. إذن مع بعض أعزائي نلخص الجانب الديني كالآتي: لقد كان مجتمع شمال إفريقيا مجتمعا وثنيا، اقتبس عبادته من الديانة القرطاجية. عندما نقول اقتبس عبادته من الديانة القرطاجية، يظهر لنا ذلك الامتزاج الذي تكلمنا عليه، الامتزاج البوني الليبي، حيث عبد سكانه الإله بعل حمون وقدموا له القرابين. ماذا نقصد بالقرابين أعزائي؟ أحسنتم، أو ما يعرف بالقربان، وهي أن السكان كانوا يقدمون لذلك الإله مختلف الحلي والأكل والأطعمة والأشربة وحتى الذهب، من أجل أن يحقق لهم ما يتمنونه وما يرجونه في اعتقادهم، لأنه قلنا بأن الديانة كانت ديانة وثنية. وحين احتل الرومان المنطقة أدخلوا لها الديانة المسيحية، والتي هي من بين الديانات السماوية. نكمل مع بعض أعزائي مع جانب آخر ومظهر آخر من مظاهر الحضارة البنية الليبية، فتابعوا معي السند رقم 6.
ماذا يمثل السند الذي أمامنا؟ أحسنتم، عبارة عن وثيقة مكتوبة. لنقرأها مع بعض. أشار المؤرخ الجنوب إفريقي نايجيل ووردن في معرض حديثه في قناة وثائقية أوروبية عن العمران التقليدي بإفريقيا أن الأمازيغ في شمال إفريقيا هم أول شعب في التاريخ شيد بنايات ذات طابق أو ذات أربعة طوابق في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بتقنيات أولية، ولا تزال تلك البنايات التاريخية صامدة في وجه الزمن إلى يومنا هذا. إذا ماذا نستخلص من خلال الخريطة؟ عفوا أعزائي، من خلال الوثيقة التي أمامنا؟ نعم، بأن الأمازيغ، وهي تسمية لسكان شمال إفريقيا قديما إلى جانب مختلف التسميات التي ذكرناها سابقا، النوميد والمور والجيتول وغيرها، هم أول شعب في التاريخ شيد بنايات ذات أربعة طوابق. إذن ما الجانب الذي سنتطرق إليه؟ أحسنتم أعزائي، وهو الجانب العمراني. الجانب العمراني. إذن يعتبر سكان شمال إفريقيا من بين الشعوب الأولى التي شيدت بنايات ذات أربعة طوابق بتقنيات أولية، وتعتبر ولا تزال إلى يومنا هذا صامدة في وجه الزمن، ودليل ذلك ما أمامنا من سندات. لاحظوا أعزائي، لدينا قصور أمازيغية قديمة جنوب تونس، ولدينا حصون أمازيغية عريقة جدا أنشأها أمازيغ ليبيا منذ قرون، صورة أخرى للجانب العمراني في المنطقة، نعم بنايات أمازيغية فريدة شاهدة على عراقة الحضارة الأمازيغية بشمال إفريقيا. لدينا سند آخر، ماذا يمثل؟ أيضا هو وثيقة مكتوبة، نقرأها مع بعض. ومن بين هذه البنايات التاريخية القديمة التي شيدها الأمازيغ ذات أربع طوابق نجد القصور الأمازيغية التاريخية بليبيا وتونس والقصبات الأمازيغية التاريخية بالمغرب والجزائر، وكذلك المخازن الجماعية إيكودار، والتي تعود كلها إلى قرون سابقة. وهذا النوع من المعمار التقليدي الأمازيغي الفريد لن تجد له مثيلا بمناطق أخرى خارج شمال إفريقيا وبلاد الأمازيغ. لاحظوا معي أعزائي السند الآتي، ماذا يمثل؟ أين شاهدتم مثل هذه البنايات أو مثل هذا العمران؟ نعم، بمدينة تيمغاد الأثرية، والتي تعود آثارها كما قلنا لو تذكرون خلال الوضعية المشكلة إلى حضارات أجنبية، وبالضبط هي الحضارة الرومانية. هذه الآثار التي ما زالت موجودة إلى يومنا. ما علاقتها بدرسنا؟ فنحن ندرس جوانب الحضارة البونية الليبية، سنعرف ذلك بعد قليل. أيضا صورة أخرى، ماذا تمثل؟ مدينة أثرية، وبالضبط هي مدينة جميلة الأثرية بولاية سطيف، أيضا عبارة عن آثار رومانية. أيضا لدينا آثار أخرى، هذه المرة على شاطئ البحر، نعم هي آثار مدينة تيباسا. فما علاقة هذه الآثار الرومانية بما نحن بصدد دراسته من عمران للحضارة البونية الليبية؟ أحسنتم، إذن هذه الآثار أو مختلف الحملات الاستعمارية التي كانت في المنطقة عملت كلها على طمس معالم الحضارة البونية الليبية. فالذي يجول ويتجول في منطقة شمال إفريقيا اليوم يجد بأن الآثار الأمازيغية أو آثار شمال إفريقيا أو ممالك شمال إفريقيا قديما نادرة، وذلك راجع إلى أن مختلف الحملات الاستعمارية أو الأجنبية التي عرفتها المنطقة عملت على طمس مظاهر الحضارة البونية الليبية خاصة في جانبها العمراني. إذن الجانب العمراني، اهتم سكان شمال إفريقيا بالعمران فبنوا المدن والأسوار وشقوا الطرقات، غير أنها تعرضت للتخريب والتدمير جراء الهجمات الاستعمارية المتكررة. إذن في الأخير أعزائي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وخير ما نختم به درسنا هذا وضعية تعلم الإدماج الجزئي،
والتي أتمنى منكم أن تقوموا بحلها بأخذ ورقة وقلم. إذن وضعية تعلم الإدماج الجزئي 2. صنف ما يلي في جدول من إنشائك: عبادة الإله تانيث القرطاجية، تمازيغت، نظام الفقارات للري، ضريح، تين هنان، آثار تيبازا، يوبا الأول، يوبا الثاني. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.